حكاية الأبرص والأقرع والأعمى. قديما كان يعيش ثلاثة رجال، كل واحد منهم كان مصابا ببلاء. أما الأول فكان أبرص، أي على جلده بقع بيضاء، وأما الثاني فكان أقرع، لا يوجد على رأسه شعر أبدا، وكان الثالث أعمى. أراد الله عز وجل أن يمتحنهم، فأرسل ملكا متنكرا بهيئة رجل، فسأل الأبرص: ماذا تتمنى أيها الرجل؟ فقال الأبرص: أتمنى أن يصبح جلدي جميلا ويزول مني المرض الذي يجعل الناس تبتعد عني، وأن تكون لي ناقة. فقال الملك: بسم الله، ها قد زال عنك المرض، وأصبحت تمتلك لونا جميلا وجلدا جميلا وناقة. ثم أتى الملك إلى الأقرع فقال: ماذا تتمنى أيها الرجل؟ فقال: أتمنى أن يكون لي شعر جميل وتكون لي بقرة. فقال الملك: ها قد أصبح لديك شعر جميل بإذن الله، وهذه البقرة لك. ثم أتى الملك إلى الأعمى فسأله السؤال نفسه، فقال الأعمى: أتمنى أن يرد الله لي بصري وأن يكون لي شاة. فقال الملك: ها قد أصبحت ترى بإذن الله، وهذه الشاة لك. شكر الرجل وحمد الله كثيرا. ومرت الأيام فولدت الناقة والبقرة والشاة، وتكاثر الخير عند كل من الرجال الثلاث، حتى أصبح لدى الأول عدد كبير من الإبل، ولدى الثاني عدد كبير من البقر، ولدى الثالث عدد كبير من الغنم. وجاء الملك نفسه في صورة رجل فقير إلى الأول فقال: إني رجل مسكين، فقدت مالي وضاع مني جملي، أسألك الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن أن تعطيني جملا أصل به إلى بلدي. فقال الرجل: لا أستطيع، إذا أعطيت كل من سألني لما بقي لي شيء. فقال له الملك: كأني أعرفك أيها الرجل، ألم تكن أبرص يتجنبك الناس فشفاك الله، وفقيرا فأعطاك الله؟ قال الرجل في غضب شديد: ماذا تقول؟ لقد ورثت المال عن أبي، وأبي ورثه عن جدي. فقال الملك: إن كنت كاذبا فأسأل الله أن يعيدك إلى ما كنت عليه. ثم أتى الملك إلى الأقرع فقال له مثل ما قال الأول، فرد عليه الرد نفسه. فقال الملك: إن كنت كاذبا فأسأل الله أن يعيدك إلى ما كنت عليه. ثم أتى إلى الأعمى فقال: أسألك بالذي رد عليك بصرك أن تعطيني شاة مما تملك. فقال الرجل: والله لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري ورزقني هذا الرزق، فخذ من هذا الغنم ما تشاء. فقال الملك: إن الله عز وجل قد امتحنك فنجحت في الامتحان، بارك الله لك في جسدك ورزقك. أما الأبرص فأعاده الله إلى ما كان عليه، والأقرع كذلك، وأما الأعمى فإن الله بارك له في رزقه وبصره، وعاش سعيدا حامدا لله.